هذا المشروع اشتغلنا عليه لمدة 7 أيام تدريبات بالشراكة مع مركز التدريب المهني بتمويل من الجي اي زد. بعد 7 أيام هاي كان في عنا وظائف ظل مدتها 3 أيام، تم فرز المشاركين بناء على ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم في مهن هم بيرغبوا فيها. تدربوا 3 أيام في هاي المهن، في ورش عمل، في ورش بناء، في مراكز مهنية، كمان في مؤسسات. بعد 3 أيام طلعوا في مخرجات ومنتجات رح يتم عرضها اليوم، وكمان خلال اليوم رح يتم عرض مناقشة لسبل تطوير دعم المشاركين في الالتحاق بالمهن اللي برغبوا فيها، وكمان تطوير التعليم المهني والتقني بفلسطين بشكل كامل. وأيضا رح يكون في معرض لمنتجاتهم وعرض فيلم لأهم الإنجازات اللي هم طلعوا فيها سواء في طول كرم وكمان المجموعة اللي اشتغلت في الخليل.